الآن أنت في أشهر تخزين الطاقة، من شهر 6 إلى شهر 9 حتى الساعة ولخمس سنوات قادمة، أوروبا ليس لها بديل عن نفط وغاز روسيا بالمطلق، ما فيش. الأمر الآخر اللي هو تبعات المشهد، عسكرت أوروبا مرة أخرى. اليوم يعلن أولاف شولتز المستشار الألماني رصد 100 مليار يورو، وهذه لم تحدث منذ هزيمة النازي في العام 45، أن تقوم ألمانيا مرة أخرى بهذا التسليح. بالمناسبة هذا التسليح لا يزعج بوتين بقدر ما يزعج القوى الأوروبية، لأن هناك مخاوف من الصحوة الألمانية مرة أخرى. ألمانيا تعتبر القاطرة الاقتصادية، الآن لن تعود القاطرة الاقتصادية فقط، ستعود الآلة العسكرية. هل هذا السياق يعني يرضي بقية الأوروبيين؟ ولهذا الروس يقولوا أن فكرة الوحدة الغربية، وحدة المشهد الغربي، لن تطول، وهذا صحيح. ثلاثة أشهر إن لم يكن هناك تخزين طاقة، إذا كان تخزين طاقة القيصر سيستفيد. لا النهاردة قطع مليار قطع على هولندا النهاردة. لا ده على أربع دول والدنمارك، ويعني بكرة الدنمارك خلاص هو خد القرار النهاردة وقال لك يطبق من بكرة إلى أن يدفعوا بالروبل. نعم وهيدفعوا بالروبل. ولهذا زيلينسكي يعيب على الأوروبيين أنهم يدعموا ويزخموا بوتين بمليار يورو كل نهار. يعني ما لدى روسيا المثير أستاذ أحمد أنه لديه مديرة للبنك المركزي سيدة أوليانا، اسم شيء من هذا القبيل، استطاعت وفي أوج كانت الحرب كانت مستشارة بتاعته للشؤون الاقتصادية بالضبط، وعينها محافظ البنك المركزي. أحسنت. نعم جعلت الروبل من 100 روبل للدولار من 134.2 إلى 56 66 النهاردة فاصل 4، يعني شيء مثير جدا. وده يبين لحضرتك ايه، انه الذين يفكرون ويقرؤون لا ينهزمون. يعني هو بوتين لم يستيقظ يوم 24 فبراير مره واحده وقال نغزو اوكرانيا. اسباب ارتداء الروبل زي ما حضرتك بتتكلم، استمرار تصدير الطاقه لاوروبا بنحو مليار يورو يوميا. صحيح زي ما حضرتك بتتكلم يوميا، انخفاض الواردات بسبب العقوبات ادى لفائض تجاري، الزام المصدرين بتحويل 80% من عائداتهم بالعملات الاجنبيه الى الروبل، مضاعفه سعر الفايده من 9.5 الى 20%، وبعد كده خفضها الى 11%، ده ادى الى ارتفاع الروبل امام الدولار. لكن للامانه والموضوعيه هذا الامر لا اظن انه سيستمر طويلا، لان هناك خسائر تحدث في الاقتصاد الروسي دون ادنى شك. نعم ولهذا الان بوتين يعني يقايض العالم على ورقه الامن الغذائي، ثم بدانا نرى تحركات في الايام الاخيره. لم تعد المحجه هي واشنطن، سيده قيصر هي واشنطن. نعم الان هناك وفود من روسيا ومن اوكرانيا في منطقه الخليج العربي. نعم